أنا لا أتحدث عن جانب طبي، لا أتحدث عن جانب طبي. وما يحدثه تلوث سمعي وأثره على جسد الإنسان، أناس عندكم في دينكم ما يحرم الصخب والتلوث السمعي؟ حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن موقف الإسلام من الضوضاء أو من التلوث السمعي. في الحقيقة أن كثر الكلام هذه الأيام عن الضوضاء وعن التلوث السمعي وعن سن قوانين لحماية الإنسان وحماية سمعه والحفاظ عليه من الضوضاء المنتشرة في مجتمعاتنا. والحق أن الإسلام قد سبق كل هذه القوانين منذ نزول القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تلوث أسماع الآخرين بأصوات منكرة، إياك أن تقول كلاما فارغا تحاسب به ويؤخذ عليه. حتى بعض الإخوة الذين يكبرون الصوت وأصوات المآذن ويعلون المكبرات الصوت، يعني عندنا في القرية مثلا قد تجد بعض المساجد قريبة من بعضها البعض، فنجد في شهر رمضان الكريم مثلا نصلي صلاة القيام ونصليها في هذا أو يعني باستخدام هذه الأداة، ولا يكسر المذياع أو مكبرات الصوت على داخل المسجد بل تكون خارج المسجد، فأنت تصلي في مسجد وتسمع تلاوة شيخ آخر في مسجد آخر، أهذا من آداب الإسلام؟ كلا. يسمونه بمصطلح حديث تلوث سمعي، تؤذيه بصوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وكأن كل صوت لا يرجى منه خير يكون كصوت الحمار. وربك سبحانه وتعالى يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بدرجة عالية ينادون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء أكثرهم لا يعقلون. وعندما يروي لنا سيدنا أبو موسى رضي الله عنه أرضاه فيما رواه البخاري ومسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا أي ارتفعنا في المكان كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. فربك سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. نجد صنائع بعض الشباب من الذين أرادوا أن
ترتفع أصواتهم أو يلامس آذانهم بأصوات عالية مرتفعة. وإذا أراد أن يخلد إلى النوم كي يرتاح من هذا التعب والنصب، تراه لا يجد راحة ولا يجد هناء، لأن الأمر قد تعدى عليه. وإذا قال له أستأذنك أن تخفض هذا الصوت، إذا بوقاحة ودناءة يقول له أنا حر، أنا في بيتي. يعني إيه في بيتي؟ من بعض الناس قد يقوم بعمل الفرح في الشارع أو المأتم في الشارع، ويأتي بمكبرات الصوت ويعلي الصوت على قدر ما يستطيع ويسبب الإزعاج والضجر للناس، نسي أن هناك له من الإخوة من المسلمين هناك شخص كبير في السن عنده قلق في النوم ويحتاج إلى الراحة، نسي أن هناك بعض الطلاب لديهم مذاكرة ويحتاجون إلى الراحة، نسي أن هناك بعض الأساتذة والعلماء. أو على حساب إنسان متعب أرهق كاهله للعمل، فهو يكابد الأمرين، يكابد المشقة في دنيا الناس من أجل أن يحصل قوتا يقتات به أولاده. كل هذه أمور يأمرنا الإسلام بأن نراعي إخواننا، فالمؤمن أخو المؤمن، ولا يجوز لنا أبدا أن نؤذي إخواننا حتى غير المسلمين الذين يعيشون معنا، لا يجوز لنا أبدا أن نؤذيهم بمكبرات الصوت وغير ذلك من الأمور. أنا حر إذا لم أضر، ما معنى كوني حرا؟ قلنا ألا يصنع الإنسان صنيعا ينقص من آدميته ومن مروءته ومن إنسانيته، وألا يتعدى على حق الغير حتى وإن كان في السماع. من حق أخيك عليك ألا تسمعه إلا خيرا، وألا تؤذي سمعه بأصوات صاخبة ثرثارة، فإن ربك جل وعلا علمك نعمة البيان. البيان هو أن تترجم ما يجيش في صدرك عن طريق اللسان، عن طريق هذا الصوت. خلق الإنسان علمه البيان، يعني أنك يوم القيامة ستسأل عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك، ماذا أسمعت أذنيك؟ وهل حافظت على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أم استخدمتها في غير ما خلقت لها فسمعت بها ضجيجا وصخبا ولغوا حتى أفسدتها؟ كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرفع الأذان أن يكون أحسن الصوت. وكلنا عنده هذه التجربة. في مسجد قريب منه تجد بعض الإخوة يكون يعني صوتهم ليس عذبا ورقيقا، ويأتي ليرفع الأذان فتجد بعض الناس يصحب ويغضب رفع الصوت. فإذا الإسلام يدعو إلى أن يكون صوتنا صوتا حسنا حتى عندما لم يستدع الأمر أن نرفع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات يرفض الأصوات العالية، كيف ذلك؟ انظر عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين بدخول وقت الصلاة، جلس مع الناس ومع أصحابه وسألهم عن اقتراحاتهم من أجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فاقترح البعض البوق فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترح البعض الجرس فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء سيدنا عبد الله بن زيد وبألفاظ الأذان وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق عليها، فنجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق على الكلمات، وخاصة هذه الكلمات العذبة الرقيقة، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
وممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Let's go.